أزمة مصر تطلق صندوق استثمار إيزي فرص لفرص الأسهم، وده بعد النجاح الكبير اللي حققه صندوق إيزي الدخار لأدوات الدخل الثابت واللي تم إطلاقه في أكتوبر 2020. أهلا وسهلا يا فندم، حضرتك نورتنا. Thank you very much. حضرتك سمعت عن أزيموت إيجيبت من خلال إيه؟ أنا شفت البيج بتاعتكم على فيسبوك وعلى لينكد إن، وشفتكم منزلين إعلان جديد على صندوق استثمار اسمه تقريباً إيزي فورس، فكنت عايز أعرف إيه هو إيزي فورس؟ إيزي فورس هو صندوق هدفه الاستثمار في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، وهو صندوق خاضع للهيئة العامة للرقابة المالية. حلو أوي. طيب إيه بقى اللي بيميز الصندوق وبيخليه فرصة كويسة إن أنا أستثمر فلوسي فيه؟ الهدف من الصندوق ده إن هو يقتنص الفرص الاستثمارية اللي في موجودة في البورصة المصرية، بس مش لازم تفضل في البورصة المصرية طول الوقت، يعني لو أحوال السوق كويسة نقدر نستثمر في الأسهم لغاية 95%، لو أحوال السوق مش كويسة نقدر ننزل لغاية 30% من حجم استثماراتنا، وده بيتيح لك إن أنت تعمل أفضل عائد بأقل مخاطر. طب إيه هي السياسة الاستثمارية للصندوق وإزاي بتاخدوا قرارات كل الاستثمار بشكل عام؟ احنا هنا في أزيموت مصر عندنا فريق بحثي بيقوم بدراسة تفصيلية لأسهم المقايضة في البورصة المصرية، فلما بيجي نكون محفظة الصندوق بنختار الشركات اللي بتتمتع بنمو كبير في أرباحها، أو الشركات المستفيدة من الطروحات أو الاستحواذات أو الظروف الاقتصادية أو من أي تشريعات وإجراءات جديدة بشكل عام. طب وهو في اصلا فرص كفايه في السوق المصري؟ السوق المصري فيه فرص كتيره وكل يوم بتتخلق فرصه جديده، حضرتك تقدر تحقق عوائد افضل بكتير لما تستثمر في البورصه المصريه على المدى المتوسط او الطويل افضل من ادوات الاستثمار الاخرى، وخصوصا بعد انخفاض اسعار الفايده، وده بالظبط اللي ايزي فورس بيحققه عن طريق اداره المخاطر في مستويات مقبوله، وده بيتحقق من خلال منهجيه الصندوق وسياسته الاستثماريه والاستثمار للحدود القصوى في كل شركه. ويا ترى العوائد بتاعته هتبقى مجزيه، وهل هحتاج مبلغ كبير للايداع او الاستثمار في الاول في الصندوق؟ تقدر تستثمر في ايزي فورس باقل مبالغ ممكنه، يعني مثلا لو حطيت 1000 جنيه كل شهر عند متوسط عائد 15% تقدر بعد 20 سنه تعمل 1.5 مليون تقريبا، وده عادي جدا في البورصه المصريه اللي قدرت في اخر 20 سنه تحقق عائد 14 ضعف. طيب اقدر اشتري واسترد ازاي؟ حضرتك تقدر تشتري او تسترد من جهات تلقي الاكتتاب او من خلال شركتنا، انك تبعت لنا ايميل على funds@azimut.eg واحنا هنتواصل معاك فورا في اخر اليوم. للعلم المفروض الاستثمارات في البورصه المصريه تبقى طويله الاجل، ولكن احنا بنتحلك الاسترداد والاكتتاب يوميا في صندوق ايزي فورس. طيب واقدر اكتتب دلوقتي؟ طبعا فورا تقدر تكتتب معنا، واهلا بيك في ازيموت مصر. Thank you very much. إيزي فرص، الفرصة ما تتفوتش.